يا ابو جويد أدن، ليش ما أدنتش؟ يلا أدن، بدنا ناكل، بدنا نشرب، يا عم طولوا بالكم، بركي الذكر، يعني الله اكبر الله اكبر سبحان الله، رح تداوم، بلش الأذن، بيوقفوا على السوح، يا ابو جويد أدن، بأدن أنا، بكن شيء مني بعد، بأدن وبصلي وبضلني ماشي على البيت، شوي ثانية بيجي بدني أقرأ شو الدعاء، يا ابو جويد طلع، بدي آكل يا خيي، طولوا بالكم شوي، بدي آكل أنا، يا عم طولوا بالكم، يا ابو جويد بدنا نقرأ دعاء، يا عم طولوا بالكم، يعني عم آكل أنا؟ هيك بقضي شهر رمضان هيك أنا. الحمد لله. بيعتبروا شهر رمضان هو شهر المسجد، كيف تقدر تنظم وقتك أنت بهيدا الشهر؟ شهر رمضان شهر التقوى والمغفرة والمحبة والعاطفة والرزق والإيمان. شهر رمضان أنا فضي حياتي كلها وقلبي للمسجد. بيجي في أمتى تنتين، من التنتين ضل في لأمتى للصبح، والإمساك في بصلي الصبح الفجر وبصلي الواجب وبروح على البيت والحمد لله. كيف شابوا جواز رحت وجيت الحمد لله، الله بيعين والله بيرزقني والله بحن علي. شهر رمضان شهر المغفرة شهر المجد الحمد لله رب العالمين. وكيف تقضوا ليلة القدر انتو هون؟ ليلة القدر بقعد المصلين كلها، اللي عنده إيمان واللي ما عنده إيمان، المجد مثلين منضل سهرين من الصبح، بنروح نجيب نحن مثلا معنا ايش، بنجيب بونجيت بنوزع، بنعمل نجيب لحم عجين، بنجيب حلو، يا ابو جواد جيب لي كذا كذا، يا ابو جواد بدي مي، يا ابو جواد بدي كلينكس، يا ابو جواد بدي كذا، بضل انا سهران من الصبح. بيسالوا عن الصبح نايم مش نايم، ما بنامش الحمد لله كل شهر رمضان.